نروح لارض الملعب وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن محمد مصال حميدو. اتفضل يا محمد. من جديد بتواصل معاك كابتن هيثم وضيوف الكرام كابتن حسام شعراوي وكابتن كريم جمعه وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، فوز جديد لابطال الكره الطائره بالنادي الاهلي. يمكن زي ما قلت المباراه كانت صعبه في الاول، لكن بعد كده كانت سهلت كتير قوي. كابتن محمد مصالح المدير الفني للفريق بقى يكلمنا. يمكن الشوط الاولاني كانت الدنيا ايكوال شويه، لكن عملت كذا تغيير خاصه في السنتر بلوك، اعتقد عملوا الغلبه للنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني الماتشات الاولانيه دي الواحد بيحب يجرب حاجات كتير، يعني زي ما انتم شايفين في مجموعه من الشباب يعني الصغير بيشارك معانا. ما فيش لخبطه ولا حاجه الحمد، يعني يعني احنا لما بنلعب بجد ما فيش حد بيوقف قدامنا. لما يبقى في استرخاء في اللعب لازم يحصل اللي حصل ده. فهم ادركوا ان الماتش، الاولاد طبعا بخبرتهم، خبره عبد الله واحمد والناس اللي كانت موجوده في الملعب وسعيد، قدروا الحمد لله ان هم يعملوا الفرق ده. كان فرق خمسه بونت ولا حاجه، الحمد لله عوضناهم وكسبنا الحمد لله. كمان تدعيمات سبورتنج بشكل كبير السنه دي، يمكن الفرقه معظمها لعيبه جديده، اعتقد ده برده في الاول حضرتك قريت الفرقه، واعتقد ان حضرتك اتعاملت مع الماتش بشكل اكثر من رائع. والله الحمد لله، يعني مش هكذب عليك، يعني انا ما عملتش محاضره ولا اي حاجه يعني على الفرق، لان لسه بقول لك احنا في الاول، انا ما اعرفش مين هم يعني الفرقه، تشكيل الفرقه كان ايه او اي حاجه، لان الفرق طبعا في الاول بتبقى الدور التمهيدي ده سهل لحد ما، وخصوصا ان هم كاسبين كل الماتشات 3-0. الحمد لله احنا دلوقتي في اول المجموعه ولسه الدور الثاني، ان شاء الله نفس الفرقه هنلعبها بدايه من يوم الجمعه الجايه باذن الله. هنلعب الاعلاميين برده هنا في النادي، ان شاء الله يعني نقدم، نحاول نعمل اللي احنا بنعمله في التمرين ده، مهم قوي، اهم حاجه عندي، ونشارك اكبر عدد ممكن من اللعيبه في الدور التمهيدي ده. اخيرا كابتن، يعني راي حضرتك في نظام المسابقه الجديد؟ زي ما قلت قبل كده، المسابقه اول مره تتعمل بلاي اوف، كويس قوي. انا يعني من الناس المبسوطه جدا ان الدوري بيتعمل كده. هتلعب ماتشات كتير جدا، هتلعب فرق قويه كتير مره واثنين وثلاثه، فاللي هيكسب الدوري هو الاحق بيه ان شاء الله. شكرا، بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله كابتن محمد.